صار معكم؟ ولا شيء. وانتو؟ فلت من ايدينا. يا حبيبي يا حبيبي، شو نعمل هلا؟ لازم نخبر المعلم. ولي المعلم؟ ليك انا ما دخلني، ها انت بتخبره. ايه شو انا ولا انت؟ ما اثنيننا رجلينا بالفلقه. امري لله. خبره خبره. احترامي يا معلم. ايه بسام، خلي شو صار معكين؟ سيدي فلتت السياره منا وضاعت من بين ايدينا. ولك العمى بعيون ولعيونك العمى، ولك كيف ضاعت منكن ولك حيوان؟ صدقني يا سيدي ما قدرنا نلحقها. ولك بهيم، انت ما عملت دورة مطاردة وملاحقة؟ انت ولا وباشري معك؟ قلع ولك تلت دورات سيدي. تلت دورات عملته وشقفة سيارة مثل هاي بتضيع منكن؟ حظي بديني تعيدكن الدورة غصبا عنكن وبصر معي. مثل ما بتأمروا سيدي. صف هنت وهالأوباش على جنب تشوف. حاضر سيدي. صف انت وياه. صفوا بالصف. صفينا سيدي. حط لي الجوال على السيارة وافتح لي الهبرلو. كليته بينفس. تمرين تاسع خطوة وضع. آه تن
الله مين بده يجينا بهالوقت؟ مين هاد؟ شوفي يمو شوفي، معقول تكون هزار؟ حدا يفتح الباب. لك انا بس بدي افهم شغله، لو ما كنت ساكنه معكم بهالبيت شو كنتوا عملتوا؟ ما كنا فتحنا. مساء الخير دانا. دانا وشك لك قدامه لك حيوان حبيب. نعم سيدي. نزل مكسوراتك وتعال هنا. احترامي سيدي. ليك ولا؟ نعم سيدي. بدي قائمة مفصلة بأسماء كل رفقات بنت دانا، شو فهمت؟ قائمة مفصلة. وبدي سكن كل وحدة فيي وكل فرد من أفراد عائلتها وبالتفصيل الممل، شو فهمت؟ أمرك سيدي، بكرة الصبح كله بيكون على مكتبك. انقلع عبي. احترامي سيدي. تعال السام، تعال هنا. نزل ايدي سيدي. نزل شعادك ولك. احترامي سيدي. اسمعوا لك هند، المطلوب منك مسح كامل وشامل وبالتفصيل الممل لكل الأماكن اللي كانت ترتادة بالتدانة، يعني مطاعم، مقاهي، ملاهي، نوادي، كل ليتة بدها تكون عندي، فهمان؟ حاضر سيدي. ومن على بكرة الصبح كل ليتكم بتكونوا قدام مكتبي بالإدارة، انقلع. حاضر سيدي. يلا انت وياه. الحمد لله الشارع فاضي ما في حدا. الحمد لله يا ربي، معناها تقدر تضيعون سمسمي. ايه هي الشغلة فيها مسؤولية؟ ايه طبعا فيها مسؤولية، قانونيا فيها مسؤولية. ايه بس حتى ولو مخلوقة بحمايتنا، شو بك هون؟ لا لو بركي ابو عمل لنا شيء. حبيبتي انا ما بدي فوق على الحبس مره ثانيه، حاجتني مره وحده. يا خوفي بابا يعرف والله بروح فيها. صباح تاو قعدوا ليه واقفين؟ عن جد انا اسفه كثير يا صبايا، يعني ما بعرف كيف هيك كركبتكم واجيت لعندكم بنص الليل. دانا لا تحكي هيك، بزعل منك ولو، البيت بيتك حبيبتي. بصراحة أنا ما لقيت قرني أمن من عندكم، لأن هون المكان الوحيد اللي بابا مستحيل يشك فيه. حتى لو شك أو فكر، أنت دستي بساطنا وما حدا بيقدر يهوى بناحك بنوب. شكراً كتير يا نسمة. بس دانا، أنت ما قلتي لنا، يعني ليش هربانة من أبوكي؟ إيه صحيح؟ لأنه بده يجوزني واحد أنا ما بحبه. معقول أبوكي يعمل فيكي هي؟ ما هيك حق تستغربي. بس بابا بده يجوزني لإله، لأنه هذا الشاب أبو رتبته أعلى من رتبة بابا، ولسه كمان في أمل يترفع، يعني جوازة مصلحة بمصلحة، مشان هيك بابا بده يغصبني فيه. لا والله ما معه حق، في حدا بيغصب حدا بهالأيام؟ شايفة؟ دندونة حبيبتي قومي معي على غرفتي، خليكي تبدلي أوعيكي وترتاحي، وبكره بنحكي بالموضوع. أنا لا رح بدل أوعية ولا بدي ساوي شيء، خلص فوتوا أنتوا ناموا، وأنا خلص بضل هون على الكنباية. لا يمو على الكنباية. فوتي فوتي بتنامي محلي بالغرفة. لا لا لا، كل واحد بينام بتخته. دانا بتنام بتختي أنا. لا معلش يا صبايا، دانا ما بتنام غير بغرفتي. خلص يا صبايا ما في داعي تحرجوني، أنا ما رح نام غير على هاي الكنباية، هاد إذا أجاني نوم من الأصل، بعدين بكفي إني كركبتكم بهالليل. لا ما في مشكلة بنوب، خلص صبايا تركوها على راحتها. ليكي دانا إذا لزمك أي شيء أو حدها دق على الباب، بس قولي نسمة بثواني بكون عندك. وتذكري منيح نادي نسمة، ما تنادي سميحة. الله كلها وديني رفقاتها. والله ببقى رفقاتها هالبت. نعم سيدي ما شاء الله في لها رفقات كتير. سيدي شو رأيك ندهم كل هاي البيوت ونفتشها؟ والله جبتها. شد بوسك ولك بهيم، كيف بدي دهم هالبيوت من غير سبب مقنع؟ ها؟ أنا آسف سيدي. اسمعوني منيح، بدنا نعمل غرفة عمليات وبدنا نتحرك على أكثر من محور. دانا لازم سريعا ترجع على البيت، فهماني؟ معلوم سيدي، أكيد بدها ترجع،
شو هي الخطة؟ يا حبيب في أكثر من خطة على أكثر من محور. شو هن سيدي؟ اسمع يا حبيب. نعم سيدي. ما عم أحكي معك يا حبيب. اسمع يا حبيب. الخطة تتلخص على النحو التالي: ألف بتحطوا كل بيوت رفقاتها تحت المراقبة اللصيقة والشديدة. ب كل رفقاتها مان المعفيين نهائيا من المراقبة خطوة بخطوة ولحظة بلحظة. جيم مننتقل من حالة المراقبة إلى تحديد الأماكن والشبهات، بدنا نعرف كل بيت وين ما تحرك في كيف فايدة وكيف طالعة. دال مننتقل إلى داخل البيوت نزرع فيها كل أجهزة التنصت والمراقبة. مفهوم؟ مفهوم سيدي. تنطلقوا للتنفيذ فورا، وأنا وضعت تحت تصرفك 20 آلي و80 عنصر وكل صنوف الأسلحة من الفردي والمتوسطة، وأي شيء بتحتاجه تاخذوا لتنفيذ هذه المهمة، ولكن افهموها الخطة سرية للغاية وما بدي حدا يدري فيها في العالم، ومن هذه اللحظة بدأت ساعة الصفر. انطلقوا. احترامي سيدي. سيدي إلهي ربي مولاي أبط طولي وما نرقطك يا دانا. وبعدين معك يا قدري ما بدك ترد؟ العمى ما أني متوقعتك هيك بالمرة. بسيطة مشكلة والعمل هلأ روح لعند البنات ولا ما لي غير روح لعند الصبايا بكهن بيلاقوا لي شي حلو. صباح الخير. شو وين رايحة؟ عاوزتك موضوع كتير 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 مهم. مستعجلة كتير 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 بعد المرة. ماشي ماشي يا سمسمة، هلا صرتي مستعجلة؟ لك عرفانة حالك شو عارنة؟ أنا بورجيك. قولي مين هاد اللي عم يدق الباب عليكم هلا؟ ايه لا تخافي لا تخافي، هي دقة هزار. مين هي هزار كمان؟ هي جارتنا لغيظة ما في غيرها. قولي هي إذا عرفت رويتر تفضح الدنيا. قولي من شان الله لا تفتحوا للباب، الله يوفقكم. عن جد ما أنا معقولة لسه ما اقتنعت إنه ما في حدا بالبيت. لك جاي عبالي أطلع وأفتح الباب وأدعها بوكس بين عيونه طير للليزك. يا معلم وطي لنا صوت المسجل شوي، في ناس بتتضايق من الصوت العالي. حاضر. منيح هيك يا انسه؟ اللي ما حاسب يحاسبنا يا شباب لو سمحتوا. اذا بتريد حاسبه خليه علينا هالمره. لا شكرا وبلا هالحركات اذا سمحت. ايه والله ما حلوه، انت بنت حلوه واموره تدفعي الاجره، اصلا انت حرام تطلعي بالمكروه، يعني انت لازم تطلعي 4x4 X5 ليموزين، يعني هيك سياره. دبدب اذا بتريد. لك شو الحلو زعيت؟ والله ما حكينا شيء. بعدين معك. لك دخيله اللي بيعصب انا دخيله. لك اخ خاخ على ما ارجع الجامعه واحضر محاضره واحده انا وياك. لو سمحت يا حبيب بلا قله ادب. شو امرت ابو الشباب؟ شو امرت؟ ما عندك اخوات بنات؟ شو قلت هالادب هاي؟ خلص خلص يا اخي حصل خير. لا ما حصل خير، انت قاعده بكل ادب واخلاق وهو عم يقلل الادب عليك. صحيح انك بلا ذوق. لا تقول قليل ذوقها. قليل ذوق وقليل ادب كمان وعديم الاحساس، والمجتمع لازم ينبذ واحد مثلك. لا خراس ولا العمى. خلص يا اخي انت يا خلص حصل خير. بعد اذنك يا انتي هسه بدي اضرب هاي. لا انت بدك تربيني ولا لا؟ انا اللي بدي اضرب فيك. لا خلص يا اخي انت يا خلص. بدي اصلوا على النبي يا شيخ. والله ما بدي استغير على ما بدي. شكرا كثير. عفوا. بس يعني ما كان في داعي تعذب حالك.
لا يا أنسة، في داعي نص. بعدين أنا دمي حامي كتير، ما فيني أشوف صبية مثلك عم تتلطش وأقعد ساكت هيك. هدول الناس أنا بعرفهم مزبوط، ما بيجوا غير بالضرب. أنت طالب هون؟ طالب سنة رابعة حقوق. أنا طالب سنة تانية. أنا اسمي بسام. أنا اسمي سميحة. تشرفت يا أنسة سميحة. وأنا تشرفت أكتر. أبو نديم طمني. لبان الحمد لله. ارتدي الله الحمد لله. نديم بنات نديم، شو بدنا اغراض كمان من السوبر ماركت؟ تذكروا ما بدي اطلب مليون مره. قولتك بلا غلاصتوا لايهم هلا. اي بدكم شي صبايا؟ انا رايحه. يا الله وين رايحه؟ على الدوبلاج. يا الله الله يخليكي ميديا، لا تروحي وتتركيني. طب شغلك ما بيتاجل؟ صباح خير سنه. ولو انت بحمايتنا. ها هاي الناس ما موجوده، انا لازم اروح ضروري لانه البطلون عم تستناني. ولو يا دندون لك نحن معك شبنا. حبيبتي ما بتاخر، عشر مشاهد طقن فريرا وبرجع. مكان هيك البروفيشنال. يلا باي صبايا. باي. يا سلام. دندون حبيبتي اطلب لك شيء من السوبر ماركت. طب ما في اسئله اذا طلبت غرضين خاصين لي؟ طبعا ما في اسئله، لكن انا ليش عم بسالك؟ بدي شيبس بالخل وبالملح وضامي مع سكر واندومي بنكهة الكاري واندومي بنكهة الملوخية. تكرم عينك. ايه ايه. وشو كمان؟ نودلز. طبعا عنا نودلز. ايه بكل النكهات. ايه ملوخية؟ لا هي والله يمكن نازل جديد. خلص ولا يهمك، هلا بأمن لك اياهم من برا. تكرم عينك، ربع ساعة بكونوا عندي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. خير يا طير لوين؟ واصل مشوار صغير جيب ملوخية، قصدي نودلز على ملوخية. دير بالك على المحل بغياب. يلا دير بالي على المحل. لك الله لا يوفقني، الله لا يوفقني ولا يرزقني إذا ما بلعب. ونص مش قادر على البيات، انا وقعد حارس للزينات، وقعد حارس للزينات، سوابتني وما صابتني وبعد الثالث ندامات، بعد الثالث ندامات. اذا بتريد وطي صوتك بليز ترعتني. حاضر 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 يا انسى دادو. اخ اخ لو تتبنيني غنائيا وفنيا الله وكيلك صوتي حلو. والله هذا اللي ناقص. ودخلك يا انسى دادو كيف الدبلاج؟ عم الدبلج تركي ولا صيني؟ وانت شو عرفك؟ واحد قال لي، والله واحد قال لي بس. هو علينا يا انسى دادو، البلد مطبوله بالدوبلاج. ايه فعلا ما في شيء بيتخبى. ماما صغير يسالني عن البطه. وقف عندك بليز، وقف عندك. حاضر 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 حاضر. اها تفضل. يسلموا. أسدادو أسدادو سلمي لي على البطة السوداء. احترامي سيدي. سيدي وصلت الهدف على منطقة الدوبلاج. حاضر سيدي. والله يا سيدي حاولت مع الهدف يعني استجره هيك اخذ منه معلومات، بس للأسف والله ما اعطتني وجه. طب نشبني سيدي. حاضر سيدي. حالا سيدي اترك الهدف واجي. امرك سيدي. مع السلامه سيدي. ولنصب شادر على البيادر وقعد حارس للزينات، وقعد حارس للزينات. يا ستي اليوم محضره حالي لشغله غير متوقعه، المحاضره رح يتفاجئ مني. لك سميحه شو مين هداك الشاب اللي عم يتبسم لك؟ انا واحد منه كثير شباب بيتبسموا لي. لك هداك الحليوه ابو قميص ازرق. هاد بسام. مين بسام؟ هذا يا ستي قصة طويلة، بحكي لك اياها بعد المحاضرة. طيب طيب نفذ نفذ. الو الو. ايه بسام شو ماشي؟ ما ابي كفي ابي كفي. تعال حولك تعال لعبة بعيونك العمى. هاي مهمة يا كر، مهمة بدك تخش فيها خلال هذا الاسبوع، بده ينتهى الموضوع. فوت فيها لك رمش دينك ولك نفس. الو ايه يا ابني شو ممتاز بس وينك؟ انتبهوا ها، المراقبه سريه ودقيقه ولصيقه.
كل 6 ساعات بتبدلوا المناوبة، 6 ساعات بين الهبط والصاعد بيتبدلوا. شو؟ ولك ما قلك 6 ساعات ولكر، 6 ساعات وبس. بدي أنت مو محافظ على علاقتك البدني والجسدي. إيه نفذ. نعم. شرف إذا بتريد. في اجتماع ضروري. شرف إذا بتريد. مشغول شوي. شرف يا حبيبي. شرف. الو، اهلين حسان، تمام ماشي الحال؟ شو عم تقول؟ شغل بنادي؟ عم تمزح؟ يمكن يسلموني الشغل فيه لحالي؟ يبرني ربك على هالخبرية. طيب طيب ماشي 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 حسان، يلا باي باي باي. مرحبا يا أطفال الصغار، اليوم سيكون أول درس لكم في اللغة العربية. كوان 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 كوان. مرحبا أستاذ أنس، أنا جاهزة على 24. والله يا أنسي ميديا مو عارفان من وين بدي أبدأ. بنبدأ من المشهد اللي وقفنا عنده المرة الماضية. مو هيك قصدي. شو قصدك؟ أنسي ميديا أنا بدي أعتذر منك، نحن قررنا ننتج دور البطة. شو؟ دور البطة بتكون تمنجو؟ ليش؟ يعني كيف بتكون تمنجو المسلسل كله على اسمها؟ والله هذا اللي صار، ومشان اسم المسلسل فينا نغير اسم المسلسل. طيب مو مشكلة، باخذ دور الضفدع سوسو. حذفت رقابيا. طيب البعوضة؟ قتلناها. والخاروف؟ ضحينا فيه. طب انت ليش عم تسدب وشي؟ خلص قلي ما بدك تشتغل معي وخلاص، ما في داعي لهالحركات. انسى دادو، انت هيك عم تظلميني، لا تضغطي علي. طيب انت ليش عم تعمل هالحركات معي؟ انسى دادو، الموضوع صدقيني مو بايدي. لكن بايد مي؟ مو اساس انت المنتج؟ طب رح خبرك، بس ارجوك بتوعديني ان الموضوع يضل بيني وبينك، لانه الموضوع خطير وفيه رقاب بتطير. رقاب بتطير؟ بصراحة نحن اجتنا اوامر من فوق انه نفنشك. من فوق؟ احترامي سيدي. ولك ابو ولي، انا قلت لك ابو العم بعيونه لعيونك مش حشر، ولك طالب جامعة، واحد بياخذ لها الجامعة ابو ولي، ولك شو حفلة عيد ميلاد هنت ولا رحلة عنده عيد بارك لأولادتا، العم بعيونه لعيونك العم. ما ناقصني بكرة غير قلوب السام أخذها ركبها من قليبات. اسمعوا ركر، تققت لنا ابو ولي روح من حالك، روح على محل بيع ورد بتجيب له ورد، فهمان؟ انقلع نفس. العم بعيونه مش حشر، بده يبهدلني قدام أهل الجامعة. قال شو قال؟ أخذ لأبو ولي. بس ما لقيت هاي نودلز على شو اسمه عملوخيه، لقيت على الحراق بصبع. قلت لك على الحراق. اي مو مشكله مو مشكله، قديش طلع حقهم؟ لك لا بدنا ناخذ منك مصاري كمان. اي ها وبعدين معك 500 ليره. بس صدقني لو كان سوبر ماركت اللي ما كنت باخذ منك ولا فرنك. ان شاء الله الله بيطعمك يا لاهي. مساك اي بقشيش. يسلموا. يلا باي. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه طولوا بالكم يا شباب. مين انتوا؟ انا بعرف. لك تحصل وين؟ لك بعد امتحانك من هون اطلع المحامي تبعي. يا اخي والله انا وحيد اللي هو ما بخدم جيش. يا اخي طلعتهم شو بدهم؟ لك يا شو بدك؟ والله لك اذا مشاك غسيل اموال امي نسيت 100 ليره من الغساله. يلا بك يا اخي. يلا طولوا بالك. لا والله لا والله.
استنيتك كثير. هذا الورد لي؟ الورد للورد. كثير حلوين مو؟ ما عرفتينا مين بيكون الشاب؟ بسام بيدرس معنا بالجامعة، زينة معي بنفس الدفعة. تشرفنا. يمكن الأنسة سميحة ما حكت لك عني كثير، أنا بسام. مو مشكلة، تشرفنا أكيد. أنسة سميحة، ممكن أعزمك على الغداء؟ على الغداء؟ هيك بالسرعة؟ أنسة سميحة نحن بعصر السرعة، وما بدها لا شكليات ولا رسميات، يعني خلينا ندق الحديد هو حامي. حامي؟ طبعاً كمان الأنسة زينة معزومة معنا. لا معلش أنا اسمحوا لي مضطرة أروح على البيت، تشرفت بمعرفتك بسام. حاكيني إيه؟ حاكيني أكيد، يلا باي. باي مع السلامة. رحنا وما سألنا؟ مثل ما بدك. معناتها رحنا، شرفي. خليني أشوف. أنت من إمتى بتودي له الأغراض؟ من ثلاثة أشهر. شو هاد؟ يعني ثلاث أربع شهور سيدي. وما لاحظت عليهم شي غريب؟ عفوا يعني شي غريب مثل شو سيدي؟ شوفوا لك هون عمنا بالعادة نحن اللي بنسأل، أنت بتجاوبه بس، فهمانو لك؟ فهمان سيدي. امبارح واليوم طلبوا شي طلبات غريبة؟ لا. متأكد؟ يعني عفوا طلبات غريبة مثل شو سيدي؟ يا خلص حمار، لك هون نحن اللي بنسأل أنت بتجاوب بس، فهمانو لك؟ بسم الله، إيه فهمان سيدي. ركز منيح وفكر مليون مرة قبل ما تجاوب على هالسؤال. فكر ها، لا جاوب بسرعة. طلبوا شي من عندك بهاليومين نودلز، شو صار معك؟ عم أجل مليون سيدي. لك هلأ جاوب. طلبوا سيدي والإعلان نكت المخي بس خالصي. يعني فين يروح سيدي؟ طبعا بس بدنا منك خدمة صغيرة. خدمة شو سيدي؟ لك العب شو جحش. لك هون عنا نحن اللي بنسأل بس، فهمانو لك؟ فهمانو سيدي والله. مرحبا يا بطل. أهلينكم. أهلا وسهلا. أهلا فيك. تفضلوا ورجيكم على أقسام النادي. تفضل. مثل ما شفتي حضرتك جوا الساونا والجاكوزي، وهون المشالح، هون مطبخ صغير للتخدين، هون صالة الأيروبيك. تفضلوا على قاعة الألعاب. هلا هذا النادي اللي بتدرب فيه؟ ايه طبعا. عفوا أنسة لبنى، انت هون ما رح تشتغلي عنا مدربة. كان شو؟ نحن رح نسلمك إدارة النادي. يا بيي قصدي أنا بدي صير هون مديرة النادي؟ طبعاً. مو أنت معك شهادة من المعهد الرياضي؟ بلى بس يعني عن جد أنا ماني عرفانة شو بدي أقول، بس إن شاء الله أكون عم تحسن ظنكم. طمني أكيد رح تكوني قد الثقة. إن شاء الله. طيب وإمتى فيني بلش؟ من اليوم إذا بدك. عن جد؟ بس قبل كل شيء صاحب النادي حابب يشوفك ودردش معك. ايه من دردش ليش حتى ما ندردش؟ تفضلي. تفضل. انا سلبنا. هلا معقول ما يكون خطر بباله اني انا هون؟ بظن اذا خطر بباله ما كان سكت. يمكن اصلا انا هاد اللي مخوفني، ليش ساكت لهلا؟ هلا بجوز هو شاكك بس ناطر ليتاكد. ايه واذا تاكد شو ممكن يعمل؟ والله إيه بيعمل كل شيء بيخطر له حبيبتي. ايه والله بيجي بيقتحم البيت علينا وما بيهمه حدا. رعبتيني، فكرت ابوها لدانا اقتحمنا. انت خير؟ شو صاير معك؟ فقست الشغله، قال بدهم يلغوا دور البطه. ايه وبدهم يعطوكي دور تاني؟ ما قبلوا، قال في اوامر من فوق اجتهم حتى يجبروني اترك الشغل. منين يعني من فوق؟ شو منين من فوق نور؟ أكيد من عند بابا. ميديا عن جد أنا آسفة. ولي معناتها عرف إنك عنا؟ معناتها شو بده يعمل؟ شو بيعرفني شو بيعمل؟ بس أنا اللي بعرفه إنه ما رح يحل عنكم لحتى ترجعوني لعنده أو تخلوه يجي ياخذني من هون. إيه ما فشر. أنا آسفة بس هي بعيدة عن أسنانه، شو ما عمل وشو ما ساوى حتى لو قطع الإمدادات عنا وحاصرنا ما رح نسلمك، ما رح نسلمك. إن شاء الله عجبك المطعم.
ايه كتير حلو. صحتين على قلبك. حسيت انه انا مو انا، يعني مو طالب، لانه عم تسالني شو بتدرس من وين انت. ولك طبعا بدها تشتليك لانك بتشلقوا للدب يا بهيم. اسمع ولك افهمني ولك كر، انت اللي بدك تستقي منا المعلومات، ما هي بدها تعطيك اياها هين، فهمان؟ انقلع يلا. عدم المؤاخذه منك انسي لبنى، شو كنا ما نحكي. اي صحيح كنت ما سالك، ان شاء الله يكون عجبك النادي. يمو عجبني وبس، النادي بيطير العقل. أبخفيك سر آنسة لبنى، إذا قلتلك كل الناس اللي بيجوا بتدربوا إنها مقامات رفيعة وناس من أرقى البشر. واضح أستاذي، هذا الشيء أكيد واضح، بس وينك؟ ما تاكل هم، لأنه فن التعامل مع الناس هو اختصاصي. أنا لأني كنت أشتغل مضيفة طيران من قبل. ممتاز جدا، يعني بفهم من حكيك إنك مستعدة تستلم العمل. ومن هلأ إذا بدك. حبيتي ما هيك؟ طبعا. عظيم جدا، اعتبري من هاللحظة أنت صرتي رئيسة مجلس الإدارة، بس بدي منك خدمة واحدة. تفضل ولو. برحمة جدك يا آنسة لبنى، بدي دانا عندك. يو مرحبا أبو سعيد. أهلين وسهلين. أيهام وين كنت ولا؟ عرفتني؟ بعدين لا تقول أيهام، قصدي لا تقول ولا. لك ليش هيك عامل بحالك؟ خلص تهرب لي زباين يقرب بيتك دنيا. ايه دخيلك ويهربوا. ساوي لي كاس شاي. ساوي لك كاسة شاي. بدك تفلجني، بدك تفلجني. طول بالك انت رح تكسر النظارة وبدي كسر لك راسك كمان. بسيطة يا ابو سعيد، بسيطة. عم تضربني اثناء تأدية واجبي. واجب شو يا مشسي؟ ما بقدر الا بس ما بكون ايهام، ما بكون ايهام اذا ما سكرت لك محلك بالشمع الاحمر. عم تهددني ولا؟ فوت فوت انقبل لجوا الشغل. فوت. ما بقدر، عندي مهمه. لك مهمه شو؟ مهمه سريه، ما بقدر الا فليت. جهزي القهوه لارجع. ما في مجال، كل كل شيء وشراب كل شيء، ما بفيدك شيء ولا بينفعك شيء. صابي حماسي وش الزلمه. ايه لانه دقيت وما فتحوا لي. طابخين اليوم ملوخيه معبقه الريحه بكل البنايه واصله لعندي حتى. ما بعرف هلا برجع بعمل محاولة تانية بركي بيفتحوا لي. طيب ايه بس بدي اسألك سؤال. هن والشباب عم يحوصوا هون وهون، شافوا لي شي قدري؟ والله جد؟ طيب انتوا ايمتى رح ترجعوا على البيت؟ بعد ربع ساعة. ايه كتير منيح. طيب ايه انتوا على كل حال حطوا ايديكم ورجليكم بمي باردة، طالما هزار استلمت الموضوع نو بروبلم، كل شي بينحل. ماشي. يا الله أنا خايفة كتير. خايفة؟ إيه خايفة. ما بعرف ليش قلبي حاسسني إنه في شي عم بيصير معكم، ما عم نعرف شو هو. شو طمنيني؟ عجبك النادي؟ النادي بجنن، بشل، بفلج، وكانوا رح يسلموني إدارته. كانوا؟ إي نعم، لأنه في شرط أنا ما قبلت فيه. تتجوزي صاحب النادي بالسر، ما؟ مش عم روح كسر لك راسه. يا ريت. سلموا بنته. شو؟ شفتوا؟ شفتوا انه معي حق اصلا؟ انا هذا اللي كنت خايفه منه. لك مو من شوي كنت عم اقول لكم لسه؟ طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. ميديا مشان الله حاج تقولي لي طولي بالك، اصلا كل اللي عم يصير معكم عم بيصير بسببي يا جماعه. خلص انا بدي امشي. يا سامي عادي. مشان الله حاج تقولوا لي عادي، والله العظيم ما عاد اقدر اتحمل. لسه كل وحده فيكم بيصير معها كارثه هيك قد وانا واقفه عم بتفرج، والله ما عاد اقدر، ما عاد اقدر. خلص عادي عادي. يا
خليكي انت هون. خلص حبي انت مشتومة بتحبي. دايما صحة وهنا على قلبك. شكرا. ان شاء الله عجبك المطعم. مطعم كتير حلو والاكل كتير طيب. صحتين وعافية. بستأذنك شوي. خذي أمرت. برافو عليك، ممتاز يا ابني، ممتاز، عظيم. ايوه هاي هي السياسه اللي عم نتبعها من الاول، الكر والفر والمراوغه، لف ودور لف ودور يا ابني. قد تقدر لف ودور، اوعك تشهر انك قيس الدانه. ها ما بدي شيء مباشر نهائيا، فهمان يا ابني؟ ايه سايسه سايسه قد ما بتقدر لف ودور. روح وتعا روح وتعا، اقبل وادبر اقبل وادبر. ايه برافو عليك، دير بالك. ها برجع بقلك لا تشعر نهائيا نقص الدانة، ما بدي شيء بشكل مباشر، فهمان؟ فهمت عليك سيدي، يعني بطريقة غير مباشرة. ايه يعني لف ودوران. امرك سيدي امرك امرك. اشتقت لي؟ كثير. انسة سميحة بدي اسألك سؤال، دانا بنت المعلم عندكم؟ صار عندنا بياعين درة وبوشار بوالين وغزلة. هذا غير بياعين الجرايد واليانصيب. ليكي أحلى واحد هذا اللي عم بيع ألعاب أطفال. بتعرفي حاسة إنه هذا اليوم أول يوم عيد. يا ستي الطير الطاير ما رح يقدر يمرق من هون. تلفوني أنا خايفة، حاسة إنه نحن بخطر. خلينا ربك، مالي عرفانة شلون نطلع من هالوردة. الله يسامحك يا ميديا. الله يسامحك. خير إن شاء الله. مين ده يكون؟ ما بعرف، روحي شوفي. هاي اهلين. هذول الاغراض اللي طلبتوهم؟ بس انا ما طلبت اغراض. لك مبالي مبالي، طلبت اغراض. عمي ابو سعيد قال لي انه وصلكم اياهم. انت طلبتي؟ لا عمك ابو سعيد مخربط، انا ما طلبت اغراض. لك لا مو مخربط، خلص خليني فوت لك اياهم لجوا. ايها وين فايت؟ عم اقول لك ما طلبت اغراض. ايوه حما، حتى انت وصلوا لك؟ العمى كشفتني. تفضلي انسي نسمي، عم اسمعك. بظن انه في شيء انت عم تدور عليه. مبلى وهالشيء موجود عندك. عم تساوم على بنتك لحتى تسلموها بدي اياك. ليك طالما هي موجوده عنا فلا تحلم بهذا اليوم ابدا. وش قد يعني بدكن تضلوا تقاوموا؟ لحتى تمل حضرتك. نسياني انك ما تحكي عن بنتي؟ والله انا ماني نسياني، بس الظاهر انه انت اللي نسيان. انا خايف على مصلحتك اكثر منك. بعدين لو سمحتي يا انسه، هاي بنتي وانا قبلت بهذا الزواج لاني بعرف انه بدي اعمل لها حياه سعيده ورغيده في المستقبل. بعدين مين انت لحتى ناقشك؟ ها هاي بنتي. أنا وحدة جاي تقلك إنه دانا بتحبك، بتحبك كتير، وهي بتمتثل فيك وبتشوفك قدوة إلها. مشان هيك حرام حرام اللي عم تعملوا فيها. احترامي سيدي. شو يا بسام؟ سيدي وصلت على البيت بإيدي والأمور كلياتها تمام، هلا صار فيك تسمع كل شيء.
أصلاً هاي الطريقة الوحيدة لحتى أرتاح من هالجوازة هاي مشان الله. بس مشان الله يا بنات. بس الأولى لبابا أني أنا كنت كتير كتير حبه، وحتى كنت حبه أكتر من المرحومة أمي. خلص خلص تركوني بدي موت حالي. تركوني لا لا يا أمي موت حالي. لا يا بابا لا 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 حبيبتي انت الاول والاخير بتعمل بحالك ياها والقران بتطق وبتفك كهري الله يرحمها لعمك لو كانت موجوده والله عم تخليك تعمل هيك خلص خلص ابقى في جاسي واللي بدك هو بيصير بس بتعمل بحالك ياها يا بابا بابا ما تسمع عيني خلص خلص ارجعي واللي بدك هو بيصير شكرا وعد يا بيي بوعدك يا بابا بوعدك خلاص وهاي رفيقتك الآسي نسمة شاهدك ما شاهدي آسي نسمة انت مزبوط مزبوط دانا انا شاهدك سمعتي يا بابا هي شاهدة شكرا كثير يا بيي شكرا بحبك كثير انا بحبك وانا بحبك وبموت فيك يا بابا بيي أعينوا لبوكي أنت